30 نوفمبر هنبتدي بقى نفكر في البطولة الإفريقية اللي هي بالنسبة لجمهور النادي الأهلي هي البطولة الأهم. كل جمهور النادي الأهلي ينتظر أن طبعا نفسهم ان احنا نكسب بطولة أفريقيا، نفسهم ان احنا نفوز ببطولة أفريقيا مرة أخرى، ولكن الكل ينتظر أيضا أن يبذل كل اللاعبين قصارى جهدهم أثناء المباراة، أثناء كل مباراة بتتلعب خلال الفترة القادمة. النتيجة دي دايما أنا بقول لحضراتكم إن هي مش بتاعتنا، دي بتاعت ربنا. النتيجة دي كل واحد من ال 11 اللي هيلعبوا يوم 29 ل 30 نوفمبر إن شاء الله في أولى المباريات أمام النجم الساحلي في تونس. وأنا بحب البدايات التقيلة، ما بحبش البدايات اللي هي تكون إيه، لا أنا بحب البدايات التقيلة، البدايات اللي تخليك تبقى واثق من نفسك إن شاء الله. إن شاء الله بالمستوى اللي إحنا شايفينه والتطور الواضح في مستوى النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، وبالمناسبة النادي الأهلي لعب فرق كبيرة. معلش انا كل شويه هكرر هذا الكلام لان انا بلاقي اصدقائنا يعني من لا يشجعون النادي الاهلي دايما لما بيقابلوني بيقولوا لي يعني انت ما، او من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، انا بنسى دايما كلمه بعض دي، لكن بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيقولوا لي يعني اصل الراجل برده ما لعبش فرق كبيره ومش عارف. انا برده بستغرب جدا والله من الموضوع ده جدا. يعني لو انا حتى فريقي مش كويس بقولش على فريقي مش كويس، يعني انا لو فريقي وحش مش هتكلم على ان فريقي وحش، هنفضل نقول ان فريقنا كويس وفريقنا كبير وفريقنا وفريقنا. ده اي حد في العالم بيعمل كده، اي حد يعني في العالم هيعمل كده، مش هقول حاجه تانية. ومش عيب بالمناسبه ان انا اعترف بقوه المنافس، اي منافس يعني مش منافس وحيد ولكن اي منافس. كل الفرق اللي احنا لعبناها فرق جيده، كل الفرق اللي احنا لعبناها فرق ممتازه. الناس مغلولة شوية عشان فايلر ماشي، وبالمناسبة برضو بمناسبة فايلر حتى الآن بشاير جيدة، هناك تغيير في أداء اللاعبين، هناك أمور جيدة كثيرة جدا. ولكن هل من الممكن أن احنا لما نيجي نتكلم على فايلر في الخمس مباريات السابقة هنقول أنه هو مدرب بالفعل جيد، لأن لجنة التخطيط اختارت بالفعل مع المشرف العام على كرة القدم كابتن خطيب اختاروا حد جيد جدا للنادي الاهلي، وحد برضو او مدير فني طموحه قريب من طموح النادي الاهلي. ان انا من وجهه نظري ان مفيش حد طموحه زي طموح النادي الاهلي، على طول عايز يكسب نكسب 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 نكسب، هو ده اسم النادي الاهلي وهو ده طموح النادي الاهلي. فعشان كده دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم بقول لكم ايه، ان الناس اللي بتتكلم او بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي بيتكلم يقول لك فايلر، لا فايلر كويس، فايلر كويس، مش كلامي، النتائج بتقول كذا وكذا 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 وكذا، لعبنا فرق كبيرة. دايما لما بحب اجي اتكلم مع حد من الناس اللي لا، او من بعض الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي بقول لهم كده، بقول لهم يا جماعه طيب احنا ناس ما بنعرفش نشوف في الكوره وما عندناش فكره في الكوره، ولكن الارقام، هل الارقام بتكذب؟ تكدبش. الارقام اخبارها ايه؟ الارقام بتقول 1+1 عمره ما هيساوي 3، يساوي كام؟ 1+1 يساوي 2. ف انا بقول لهم، مش هقول لهم يعني ايه، دايما اللي بيبقى جواه بشكل عام، يعني دايما اللي بيبقى جواه غل من حد او حقد على حد او عايز يخلي اللي قدامه ده وحش باي طريقه، عايز تخلي اللي قدامك ده وحش، عايز تخلي اللي قدامك ده يا ريتني كنت عملته، يا ريتني كنت عايز تخلي لما يبقى حد كويس قوي وبعيد خالص. النادي الاهلي بعيد خالص عن اي حد، عن اي حد. يعني الفرق النادي الاهلي، وبعدين ننام شويه ونصحى نقول النادي الاهلي، وبعدين ننام شويه كمان ونصحى نقول النادي الاهلي تاني. ما هي دي الحقيقه، الارقام